فكرة العذاب الإرادي الانتقامي اللي بتصفه الديانات الشرعية، أن الله سيعاقب البشر بهذا العذاب، هي ذات وجه آخر في الإنجيل وفي اللاهوت المسيحي، أن النار هي حالة إبليس ومعدة لإبليس. إبليس هو الذي سيكون على هذه الحالة البائسة اللي سميت اعتبارا بالنار. الإنسان عنده كامل الحرية أن يذهب في حضن إبليس فيتكوي بناره، أو يرفض إبليس ويذهب إلى حضن الآب السماوي فيوجد في حياته الأبدية. ففكرة أن الآب السماوي سيعذب الناس بالنار من وجهة نظري كدارس، مش كمجرد أي واحد يعني بيقوله خلاص، غير مؤيدة بنصوص الإنجيل. التعبير اللي قاله بقى قديس أثناسيوس هو حالة البقاء في الموت. الموت هو الصورة السلبية أو الحالة السلبية أو الانفصال عن الحياة. الله هو مصدر حياة الإنسان وحياة كل المخلوقات، فإذا انفصل الإنسان عن الوجود في صلة مع الله فسينفصل عن الحياة، هذا هو البقاء في الموت. فكرة التوبة معناها أنه يراجع نفسه من كونه أسطيدة في مصيدة إبليس بالشر للبقاء في الموت، أن يراجع نفسه للعودة إلى حضن الآب السماوي بالتوبة.